ننتقل إلى وكالة السودان للأنباء. توافق بين قيادات الحرية والتغيير بشأن حزمة السياسات الاقتصادية، إذ انعقد برئاسة مجلس الوزراء اجتماعا مشتركا بين وزراء قطاع التنمية الاقتصادية بالمجلس وشركاء العملية السلمية. ورأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أشار إلى توافق مع قيادات الحرية والتغيير بشأن حزمة السياسات الاقتصادية الأخيرة، والتي من أهمها توحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات بهدف إزالة التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الوطني. ووصف أطراف العملية السلمية عملية رفع الدعم بالإجراء السليم الذي يقود البلاد لهيكلة الاقتصاد بشكل كلي، ودخول السودان بشكل كامل في المجتمع الدولي في المجال الاقتصادي والمالي. يعني دائما ما كانت تختلف سياسات الحرية والتغيير عن الحكومة في المجالات الاقتصادية، اتفقت هذه المرة يعني. أبدا. أول حاجة هذه الزيادات مخالفة لمرجعيات قوى الحرية والتغيير. هذا ما يعني استغرب قوى فيه الحرية صراحة. والتغيير هي بترفض السياسات رفع الدعم، وهي كأحزاب بتطلع الآن وبتخدع المواطن بأنها هي رافضة لهذه الزيادات، لأن في هذه الزيادات كذا وكذا وكذا، وتقول في هذه الزيادات ما لم يقله مالك الخمر. ولذلك أنا أستغرب أنه القوى الحرية والتغيير تجتمع على الإشادة بهذه الإجراءات، وأنا أفتكر أنه هي حتى ما من مصلحتها السياسية أنها هي تدافع عن هذه الإجراءات. ده طبعا يا سعودي، إذا احنا سلمنا جدلا أنه في جسم اسمه قوى الحرية والتغيير، أنا ما أعتقد أنه ده جسم هلامي جدا وجسم فضفاض، وحتى القوى المشكلة لهذا الجسم نعته كثيرا. ليس هنالك الآن أي مرجعية لهذه الحكومة فيما يلي الحاضنة السياسية، حتى وده هناك ما كلام من انشقاقات احنا، ده ما داخل كلام الحاضنة المحللين، السياسية يعني. ده ما كلام المحللين السياسيين، ما في حاضنة سياسية الآن بالنسبة لهذه الحكومة. أنا كان ممكن أتفهم إنه مجلس الوزراء وزراء القطاع الاقتصادي ممكن دعوا قوى الحرية والتغيير أو مجلس قوى الحرية والتغيير للتفاهم والتفاخر حول هذه الزيادات، لكن أن يكون هذا الاجتماع يعني لاحقا لإقرار الزيادات معناه هذا مع أنه الجسم خرجت جسم أخبار غير موجود. مفادها نعم أن أجسام كثيرة داخل الحرية والتغيير رفضت تماما السياسات طبعا، الاقتصادية ما ده الأخيرة اللي أنا يعني. بقوله، ومش برضه يعني مش برضه مخالف لمرجعيات قوى الحريه والتغيير يا سعودي. حتى مؤتمر الاقتصاد الذي يمكن صرفت عليه الدوله ونظمته الدوله وتابعناه كلنا على الشاشات الفضائيات، ما في اي قوى سياسيه كان دافعت عن جلسة رفع سمر الدعم. ذاك المؤتمر الاقتصادي. يعني انا افتكر انه الحكومه دي ما عندها مرجعيات الان للتعاون مع الشان الاقتصادي، بتتكلم عن انه ازاله التشوهات والهيكله حتى تندمج في المجتمع الدولي. انت هتندمج كمؤسسات وكمباني ولا عندك شعب؟ يعني وين الشعب ده؟ يعني انت لما تيجي تخش المؤسسات دي وترضى عنك، انت حتكون ابيت 30 او 90% من هذا الشعب بيكون يعني فارق الحياه بسبب الجوع والمزغبه والازمات والمشاكل والخيبات جميل، هذا الحديث كذا. دعني نعم اخذك به الى سؤال، لكن ارجو الاجابه بايجاز. يعني كيف تقرا الان مستقبل الفتره الانتقاليه وطبيعه ردود الافعال من الشارع والله انا افتكر السوداني؟ انه اول حاجه انا قبيل يا سعودي لما تكلمنا، افتكر ده برضه جزء من الاسباب التي يعني اخرت الحلقه قليلا، فكره مواجهه الحكومه بالمتاريس. المتاريس دي احنا رفضناها ايام الانغاز وبنرفضها الان، لان في النهايه هي ضد مصلحه المواطن، هي بتضيع زمن المواطن، هي بتؤذي المواطن. في كثير جدا من حالات الوفاه اختناق بالازمه على 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 اعتاب هذه المتاريس، في نساء على وشك المخاض فشلا في الوصول الى المستشفيات، ودي حالات تابعناها وموجوده في المجتمع السوداني. انا اعتقد انه أسوأ سلوك يمارس الان في الساحه السياسيه وادخلته قوى الثوره هي مساله المدارس. انا افتكر انه دي مساله بتحتاج لمراجعه كبيره جدا، ومن عجب انه الان نفس الدوله التي غاتلت الانغاز بسلاح المدارس هي ترفض المدارس الان وتتاذى من قضيه المدارس. زي تحدثنا عنه القيم دي لا تتجزا في السياسه، يعني انت السلاح الذي تواجه به خصمك الان تستخدمه، وان كان صدئا يمكن ان تواجه به غدا. اليوم انت بتدافع عنه لانه وصلت لسلم السلطه، بكره بتنتقده لانه هو بيمثل وقود للاطاحه بك، يعني ودي والله دي دي دي, دي ازمات ومشاكل النادي السياسي. مشاكل يعني انا افتكر مشاكل انه كبيره جدا. يعني اصلا احنا انا جاي الان في قوات كبيره جدا من الشرطه، واضح جدا هي نزلت بي بي يعني بي بي بتيسر في امر السير وبتفتح في الطرق وما الى ذلك، ولكن في ظل هذا الوضع انا افتكر انه كل القوى السياسيه التي تحرض هؤلاء الشباب الصغار
يعني على قفل الشوارع وعلى المدارس انها هي تتقي يعني الله في هذا حقيقة المواطن. شباب يعني اعتقد لانه لم نفتكر يتخطى ان عمره 12 عاما 11 عاما لا تستطيع حتى ان تتعامل معهم يعني. صحيح صحيح. فوالله يعني ودي برضه جزء فوضى كبيرة والله تضرب البلاد. ده برضه جزء من شخصية الدولة وسلطتها وهيبتها. برضه كنا بنتكلم عن يا جماعة الجهات التي تحاول إضعاف الشرطة عليها أن تتقي الله في المواطن، لأنه إضعاف الشرطة ده برضه وأعود وأكرر كان الله في عون المواطن.